أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يمثل كنزا لأعمق التوجهات وأحر الأشواق وأرفع الطلبات، وهو منهج ومنهاج يتعلم فيه المؤمن تخطيطا كاملا متكاملا للوجود والتفكر والعمل والسعي على منهج أهل بيت العصمة عليهم السلام، وبقيادة ربانية تستلهم التعاليم من مصادر الوعي ومن مصادر الوحي. الدعاء أمر ضروري حتى لو كان الإنسان في حالة من الأحوال وفي ظرف من الظروف، فلو كان على سبيل المثال بإمكانه النضال والمقاومة ومقارعة الظالمين بأشكال أخرى أقوى وأقدر، فإنه من المستحيل استغناؤه عن الدعاء، لما يمثل هذا الدعاء ليس بالإمكان أن يمنع من هذا النضال، فلو كان أضعف فلا بد أن يكون قادرا على عملية الدعاء وأن يضمر في نفسه الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وأن يتعلق ويعلن عن أفكاره وعقائده بأسلوب المناجاة والدعاء، ويعبر عن آلامه وآماله ومكنون نفسه، وأن يبرز هتافاته وأن يطالب برغباته المهضومة والمنصوبة. من هنا تأتي أهمية الحضور والتفاعل في فعالية ثورة الدعاء، لأنها تمثل زادا للعاملين والحركيين والرساليين، ولأنها تعبئة محطة تمثل تعبئة للعمل ولمقارعة الواقع الفاسد والظالم، وهي تمثل في الواقع عطاء روحيا وعطاء ثوريا ومنهجيا من أجل الحركة والعمل. الدعاء وسيلة لإحياء الفكرة وتحريك المشاعر والأحاسيس والدفاع عن الحق. الدعاء وسيلة لاستمرار الرسالة بالأمل والرجاء. الدعاء جهاد عند الوحدة. الدعاء تعبير عند الصمت. الدعاء تعبئة عند النكسة. الدعاء هتاف عند الوجوم. الدعاء تعليم الشيء. كل سلاح. الدعاء وسيلة تمثل حرب نافذة في أعماق أشلاء النظام الحاكم، والقابلة للتغلغل في أوساط المجتمع الفاسد، والسارية مع كل نسيم، والممكنة في كل الظروف. وفي حالة القمع والإبادة ومطاردة كل المناضلين والأحرار وتتبع آثارهم وخنق أصواتهم، تأتي سياسة الدعاء أنجح وأنجع وسيلة لبث الحقائق وتخليدها. من هنا من الضروري بمكان التفاعل والحضور في ساحة فعالية ثورة الدعاء. ولذلك نجد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أكثر حيث اتخذ الدعاء ملجأ وموقعا للصمود والهجوم. أي صمود هذا؟ هو صمود ذلك الفكر المقاوم المقارع للظالمين، ذلك الهتاف، ذلك الإيمان الذي جندت الدولة الأموية كل إمكاناتها في العالم الإسلامي ضده. وأي هجوم على من هذا الهجوم؟ الهجوم على سلطة تمكنت من كل قواعد القدرة وسلبت من الأمة كل إمكانات المقاومة، فكان سلاحه الدعاء، سلاح النضال والمقاومة في المناجاة الإلهية. ومعنى ذلك أنه في ظل ظروف طوقت أي مقاومة أو فكرة أو نضال، وآن بها الظروف إلى مثل ما حصل في كربلاء الحسين عليه السلام، إذ تعرض كل رجالها للإبادة الدامية
ولم يبق سوى رجل واحد ومع النساء والصغار في الأسر وتحت القيود. وإذا لم تثبت أي إمكانات للعمل المسلح والدفاع عن الحق بالقوة، قام الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام قد قام من خلال الدعاء، من منهج الدعاء ومن الحبل المتصل بالله سبحانه وتعالى، بتحد صارخ للدولة ومخططاتها التي استهدفت كيان المجتمع الإسلامي لتزعزعه. ولذلك نجد من الأهمية بمكان التفاعل في الحضور والتفاعل بالحركة والموقف مع فعالية ثورة الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.